الآن ننتقل للجزء التالي من دراسة الجدوى، هي الدراسة القانونية. الدراسة القانونية المقصود بها هو دراسة متطلبات تأسيس المشروع واختيار شكله القانوني وهيكله التمويلي. طبعا في هذا الجزء بالنسبة للأشكال اللي قد تكون متاحة أمام أي مشروع أشكال قانونية، هو مشروع فردي أو شركة أشخاص أو شركة أموال. طبعا بالنسبة لمحددات اختيار الشكل القانوني، هنا بيتم الحديث عن سهولة التأسيس. فمثلا المنشأة الفردية أسهل في التأسيس من شركة الأشخاص، والأشخاص أسهل من شركة الأموال. المزايا الضريبية طبعا أقل الشركات، ميزة ضريبية هي شركة الأموال. المسؤولية عن الديون طبعا أقل، أفضل أشكال قانونية هي شركة الأموال، لأنه تكون مسؤولية الشركاء أو المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم في الشركة. هذه من ضمن الأشياء اللي كان لازم نأخذها في الاعتبار عند تحديد الشكل القانوني. بالنسبة لاختيار هيكل تمويل المشروع، عادة تمويل المشروعات بيتم بطريقتين، إما تمويل بالمساهمة أو تمويل بالاقتراض، أو ممكن الطريقتين معا. التمويل بالمساهمة يعني التمويل من خلال المالكين أو المساهمين، سواء كانوا مساهمين أو شركة أشخاص شركاء، أو ممكن يكون منشأة فردية طبعا، أو ممكن يكون بالاقتراض. اقتراض إما بالحصول على قرض من جهة معينة أو من شخص معين، أو إما بإصدار سندات دين في حالة شركات الأموال. القسم اللي بعده هنتكلم فيه هو الدراسة السوقية. في الدراسة السوقية الحقيقة هذه الدراسة بتشمل مجموعة من المكونات الأساسية: توصيف المنتجات المتوقع إنتاجها من ناحية حجمها، نوعها، ألوانها، أحجامها، أوزانها، استخداماتها. ثم بنتكلم على تحديد من هم الزبائن المستهدفين لنا، لابد من تحديد من هم الزبائن المستهدفين للمشروع. في هذه المرحلة أيضا يتم تقدير حجم الطلب المتوقع الفعلي وحجم العرض المتوقع في ضوء بيانات وإحصائيات يتم الحصول عليها أو مساحات ميدانية. ثم يتم تحديد الشريحة السوقية. الشريحة السوقية طبعا يتم تحديدها بناء على معرفة الفجوة السوقية. الفجوة السوقية اللي هي الفرق بين حجم الطلب المتوقع وحجم العرض المتوقع، والنسبة المطلوب من المشروع أن يغطيها. هذا هو المقصود بالشريحة السوقية. وحنتكلم في هذا القسم عن تحديد استراتيجيات التسعير. حنتكلم عن التسعير على أساس التكلفة، حنتكلم عن التسعير على أساس تغطية التكلفة الكلية أو التكلفة المباشرة أو التكلفة الثابتة. ثم حنتكلم على قنوات التوزيع، فهل حيتم توزيع المنتج من خلال الوصول للمستهلك النهائي من المصنع إلى المستهلك النهائي، أو مرورا بتجار الجملة أو الموزعين أو تجار التجزئة. لكن القاعدة العامة زي ما حنشوف في الدورة إنه كل ما زاد أو كل ما طولت قناة التوزيع، كل ما فقد المنتج سيطرته على المنتج تبعه. بعدين في هذا القسم حنتكلم على أدوات الدعاية والترويج اللي نتوقع نستخدمها للترويج عن إما فكرة المشروع حتى نستقطب مساهمين جدد أو مقرضين، أو يعني أدوات دعاية وترويج لمنتجات المشروع نفسه. هذا القسم يختتم بعمل تقدير لإجمالي الإيرادات الكلية للمشروع.